السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بالخير إخواني وأخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة الخاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. إن شاء الله اليوم صورنا فيديو من موقع العمل، وصورنا لحضراتكم جزانية وهي متفتحة الأزهار وفي مراحل نموها الأولى وبدأت تفترش على الأرض كمغطيات تربة. في هذا الفيديو بنصور جزء آخر لحضراتكم سبق يعني وتم زراعته من مدة عشان نوري حضراتكم ازاي الجزانية من مغطيات التربة وما معنى مغطيات التربة. يعني بنزرع الجزانية على مساحة قطعة من الأرض يراد تخطيطها باللون الأخضر المزهر، وليس ضروري ان يكون المغطي يعني مزهر، لكن يفضل طبعا الغطاء يكون أخضر ومزهر بحيث ان هو بيضفي جمال، يعني بيكون الأزهار ليها جمال خاص أيضا بخلاف جمال الأوراق يعني والنمو الخضري للنبات. شايفين هنا قلنا إن الأزهار من النواعس فعلا لما بتغيب الشمس وإحنا رايحين قبل الغروب، يعني شايفين هنا حضراتكم الأزهار بتبدأ الهلالات تقفل على بعضيها، تمام، فهي كده فعلا زهرة ناعسة يعني مع غروب الشمس تقفل أو تقفل يعني، مع شروق الشمس تبدأ تتفتح مرة أخرى إن شاء الله، وبتكون جميلة جدا أثناء النهار، يعني بتكون كل هذه الأزهار متفتحة بصورة جميلة جدا وغطاء نباتي مزهر بصورة رائعة. طبعا قلنا إن الجزانية نبات مغطي بيتكاثر، بنعيد الكلام مرة أخرى، يتكاثر بالعقل الطرفية، يعني هذا نموذج للعقلة الطرفية، والعقلة الوسطية هي بالظبط، لكن بيكون الجزء اللي تحت العقلة الطرفية يعني دوت كده، دي أصبحت عقلة وسطية، تمام، بنسمي الله وبنزرع العقلة الوسطية، بتخرج البراعم من أباط الأوراق من هنا من داخل أباط الأوراق و بتبدأ تبقى فروع جديدة وبيبقى عندي نبات، وديت العقلة الطرفية، لكن أنا شخصيا يعني أفضل العقلة الطرفية لأن النمو الخضري بيخرج من قمة النبات فما بياخدش وقت كتير يعني، فيكون مصاحب مع نمو البذور خروج نمو خضري جديد، وهي سريعة جدا في النمو، يعني جزانية من مغطيات التربة السريعة في النمو. حضراتكم شايفين يعني موسم، طبعا دي تم زراعتها، الجزانية دي تم زراعتها من شهر 11 على مسافات 40 سنتي بين النبات والآخر، وشايفين هنا كثافة يعني الخضرية جميلة جدا في نبات الجزانية. نبات الجزانية أيضا يمكن زراعته في الأسس، في البلكونات، في الأحواض البلاستيكية، يمكن أيضا في الأزبتة المعلقة، بيربى كنبات مهدل، نبات مزهر مهدل، بيكون رائع جدا في النمو. احتياجاته السمادية ضعيفة، لكن إذا ربناه يعني نحط له بقى سماد متوازن 20 على أساس إن هو بيدي نمو خضري ونمو زهري. الآفات قلنا يمكن حشرة المن هي الحشرة اللي بتصيب الجزانية، لكن يعني حشرة المن وسهل جدا التعامل معها بأي مبيد حشري عام أو حشرة معمول صابون يعني سائل. نبات ما بيحتاجش رعاية، بيحب المية في فترة الصيف، المية تكون معتدلة، الري يكون معتدل فترة الشتاء والخريف والربيع. طبعا هو بيكمن في فترة الشتاء لأن هو من النباتات المحبة للحرارة، على أساس إن هو النمو بتاعه غالبا بيكون ربيعي وصيفي في مصر ودول الشام، وفي دول الخليج زي ما حضراتكم شايفين بيكون نمو يعني فترة الخريف، فترة الشتاء، فترة الربيع، وبيتوقف لارتفاع درجات الحرارة عن 35 يعني، لكن بيستمر في الحياة، يعني درجة الحرارة لا تؤثر عليه. يعني درجات الحرارة المرتفعة كده. إن شاء الله في هذا الفيديو نكون صورنا لحضراتكم إزاي جزانية مغطيات تربة وما معنى جرو
كفر او مغطيه التربه عشان الاخوه الهواء او المبتدئين يعني في علم الزراعه او حتى متخصصين لسه بادين حياتهم يعني المهنيه يكونوا عارفين يعني ايه مغطي للتربه. في نباتات كتيره بتستخدم في تغطيه التربه من ضمنها وافضلها يعني نبات الجازانيا والروديليا والرويليا والروزيليا والارسين والالانتيرا، كل هذه نباتات تستخدم في تغطيه التربه. كده ان شاء الله اتكلمنا عن الجازانيا، والسلام عليكم ورحمه الله.